مرحبا. منلاحظ دايما انه باب الطائرة بيكون من جهة اليسار، بس يا ترى شي مرة خطر لنا، شو ممكن يكون السبب؟ بيقولوا الخبراء انه السبب بيرجع عموما لتقاليد ملاحية قديمة من قرون، وقت كانت المطارات الاولى معدلة تهبط فيها الطائرات امام الصلاة حتى ينزلوا منها الركاب، وبترجع ايضا لاسباب تتعلق بالسلامة ولا تحصر حركة الركاب من جانب واحد، بينما بتتزود الطائرة بالوقود من الطرف الثاني. حقيقة السبب الأساسي بيرجع على السفن، فكانت الجهة يلي بيصعد منها الركاب وبينزلوا كمان من اليسار، واتبع معظم مصممين الطائرات نفس التقليد. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون غائم جزئيا وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة صباحا، ودرجات الحرارة بعد قريبة من معدلاتها بأغلب المناطق السورية. ليلا عم بيكون الجو مائل للبرودة، ويحذر من تشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، سرعتها عم توصل لل 15 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 95%، والبحر عم بيكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 14 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالعاصمة سوريا دمشق بالساعات الجاية. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل فيها الدنيا 4 والعليا 13. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية، فرح ننتقل سوا لنشوف. غائم كليا بالسويدة، ودرجات الحرارة بدرعا عم بتسجل الدنيا 5 العليا 13، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 3 العليا 9، وعم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي ماطر، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة حما الدنيا 5 العليا 12. على ساحل بطرطوس واللاذقية طقسنا عم بيكون ماطر أيضا، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة اللاذقية الدنيا 10 العليا 15، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم تتراوح بين 11 و 14 درجة، والطقس عم بيكون غائم كليا. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب عم بيكون في أمطار، ودرجات الحرارة بحلب عم تتراوح بين 5 و 11 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا نشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية، مطر بالرقة، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة الحسكة الدنيا 4 العليا 12، وأيضا احتمالية تساقط الأمطار مكفية. أما بدير الزور فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 6 وال 14 والأمطار مكفية. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. أنا هلا رح أترككم تتعرفوا على أخبار الطقس ودرجات الحرارة بأهم المدن العربية والعالمية. باي.